شريف سألك بيقول لك طب ليه ما كانش محمود وادي و 4 2 يعني واحمد جمعه واحد هتستحوذ على نص الملعب في اللي هو كان فكره لا او عايز ثلاثه ديفندرز فمش عايز اثنين يبقى احمد جمعه ومحمود وادي في العمق الهجومي لا ده عايز واحد معاك يا دكتور معاك هو الكابتن انا عايز اقول لك حاجه بص العب بكل قوتي لا انا عبد الناصر العب بثلاثه في نص الملعب وانا عندي النادي الاهلي بيلعب باثنين ديفندر اصلا عاشور وسوليه تشابه في كل شيء ده انا اصطاد الحته دي ازاي العب انا ثلاثه في النص قدام المدافعين بتوعي ده انا العب في ثلاثه قدام مش ثلاثه في النص انا عايز استحواذ زي ما انا قلت لك 4 4 2 وياخد جميع الكور بتاعته الخبره مع الشباب تقدر تقف قدام فرقه ده انا عايز اقول لك على حاجه فرقه الجونه دي مين جده اللي انا اتفرجت عليه المره اول مره من سنتين اتفرج على جده ده في الماتش ده مين اسلام رشدي ده مين احمد علي اللي رايح جاي مين هشام زكريا مين دول مين الفرقه اللي طالعه نازله مع بعض احنا ابتدينا نتعرف على اسمائهم مفاجاه بقى الشبراوي ابتدينا نتفرج والشبراوي اللي هو نجم المباراه اللي بيجيب جولين وبيعمل الجول الاولاني بتشيب ولا اعظم ولا اكنه بيلعب في كاس عالم مش بيلعب في فرقه جوه مصر انا بص اللعيبه بتتشابه بس اللياقه البدنيه بتفرق والسن والخبرات اتعلمناها احنا كده لو هتحط واحد زي وليد سليمان هتحط واحد زي وليد سليمان هتحط واحد زي وليد سليمان لازم يبقى جنبه عنصرين شباب بيديله حريه هو الانطلاقات والتصويبات وانه يلعب على اليمين شويه ويلعب على الشمال شويه ولو مؤمن زكريا مش في حالته خلاص مش هيبقى موجود هيقع مني وليد سليمان ولو غيري اللي جنب انا ازاره ما بيحطش الجول ويديني نفسيه الاسبقيه ليا في المباراه وما يعمليش احباط نفسي انا كمان مش هبقى موجود في المباراه لان يعني المفاتيح بتاعتي والانياب بتاعتي والقوه الضاربه اللي انا قلت لك ايه على اجايمي شويه ارهابي يروح للعيب يقول له هرقصك هرقصك هعدي منك هعدي منك ميدو جابر ووليد وتعليمات ميدو جابر وجميع فرص ان هو يكون موجود جوه القوام الاساسي بتاع الفرقه اقفش يا ميدو يا جابر في القوام الاساسي اقفش يا اسلام في القوام الاساسي دي فرص مش هتجيلكوا في حياتكم ما هو اذا كان حسام البدري كان عليه كنتوا بيديكوا 40 دقيقه و 35 دقيقه لان كان في ناس كتير قوي معدياكوا في الاداء النهارده جات لك الفرصه على طبق من فضه مؤمن مش عايز يلعب مؤمن في فكرة عنده مؤمن بره الحكاية مؤمن راح السعودية عايز يفضل في السعودية اتواجد مكان النهاردة ما حطوش في الفرقة وانا قلت الكلام ده الراجل هيفضل على مؤمن ده مش هيصبر عليه كتير عارفه وكويس وسرق الفرح في اي وقت وبيجيب جون في اي وقت انما خلاص ماتش واتنين والتالت لا انا راجل ايه سمعة هنا